تكنيك كونتر ما فيها الماتش صعبة بارابور للتراجي اللي خدينا لمدة شهر وأسبوع، كنا عارفين أنه غادي تزاد الصعوبة ديالها، مي أبخي كنا قلنا غادي بحول ما أمكن جينا الماتش ديالنا ندخل كيلو، حتى يمكن ديرنا الموريزون قام بالماتش، أبخي باش تاخد البريك التكنيك اللي هو سي شوف لا شونس لا بالون في اليد، بالون غادي تطلع كيك سي بارا، ولا نسيت باش نرجعو في الماتش، لا حسينا سيري بانو اللعبة ما تيتجاوبوش زعما صبري على حسن هو لو تراجي اللي قلنا كبار عدد من المقابلات او لو تراجي لو باش كتجيك البروغرام اللي كنهضرو عليه هاد الشيء في التيران اللي طالع ولا شفت النيفو ديجا تحاول ما امكن تطلع النيفو ابخي كتحاول تقلب على دي كونترات اخرين باش النيفو غادي يزيد لك اكثر، مي هذا ما كيحيدش ان زمان راه داروا واحد الوقت مزيانه في الماتش رجعنا وما كاين دي زوكازيون وما وقفناش حتى بخير ولا شونجي كيما قلت التغيير جا شويه التراويح ديال ما عرفتش شنو وقع لهم يحس براسو بزاف ديال تو خارج و سي با طوي نتسنى نشوف الميدسان شنو ليطا ديالو دوزيام ميطو ابخي حاولنا نكتيفيو كنظن بين لا بروميير ميطو و لا دوزيام ميطو مي لي زوكازيون لي كانو ديسيزيف راه دوزنا مرا دونك فيليسيتاسيون ليهم أبخي بالنسبة لنا حنا باقي تابعنا خدمة كبيرة و نصيحة عرفنا شنو كاين و غادي نبقاو بوزيتيف شي نهاية العالم يمكن عندنا 16 سنين جو سي با كثر من شنو المقابلة يمكن إلا مخسرتي شنو غادي تخسر غدا باش نهاية العالم فو غيستي بوزيتيف الدراري دارو لي عليهم كنلقى ليهم الأعذار و بوي نعاد دابا سي نورمال شي ريتيم بحال سي با جاسو. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.